مرحبا أصدقاء هدوء في كل مكان. حلقة جديدة تم تسجيلها في استوديو مايكس الجميل والدافئ في قلب مدينة الرياض الباردة في هذا التوقيت. آمل أن تكون رفيقا جيدا لكم في ليلة شتوية خفيفة أو صباح تخجل فيه الشمس عن الإشراق. استماع موفق. لازلت أشبه حالتي بغرفة، غرفة فارغة يسمع فيها الصمت، ومن خارجها يسمع صدى المواقف التي أتت تضرب أركانها دون أن تهتز هي. بالرغم من الزلزال الذي يشعر به جيرانها حتى جارها 20 بعد 100، معبر الكلمات من اليمين نحو اليسار والعكس، ممر الأحزان من أي اتجاه أتت لنقيضه. فلسفتي غريبة حتى علي، تشككني في مقدراتي أحيانا وتوقعني في الظنون في ذاتي، لذلك أعذرهم حين يظنني بعض الناس أتبع فكرة شكسبير في حديثه عن سمكة تغلق فمها دائما لكي لا يصطادها أحد. هي خائفة من أن تقع فريسة لأولئك المحتاجين المتربصين للإيقاع بكل من يفتح فمه قولا أو فعلا، لكني في الحقيقة متقبل لا أكثر. صنعت هذه الحلقة دفاعا عن أشباهي المتقبلين الصامتون عن التعبير عن هذه الحالة الثلجية كما يمكن وصفها، متخذي جدار الحماية النفسي الأهم حسب تفسيرها المحتمل. للأسف مجتمع القرن 21 يفرض علينا عيش حياة غير واقعية ومؤذية للمشاعر من دون وعي. تقوم هذه الحياة على مرتكز واحد وفكرة جامدة عنوانها الكمال، آمال إيجابية بطريقة مفرطة تضعنا أمام واجبات كثيرة والتزامات نفسية صعبة، بأن نكون الأفضل دائما والأكثر ذكاء والأكثر سعادة، أن نكون أثرياء وبسرعة وأكثر تأثيرا على هذا الكوكب، أن نكون جذابين في شكلنا وفي طباعنا، نسعى بكل الطرق لإدهاش من حولنا ونيل التقدير. غذت فينا وسائل التواصل أن نكون كما النسخ المثالية التي نراها والتي يلتقطها أصحابها وينشرونها في وقت يعيشون فيه أفضل لحظاتهم وأجمل أيامهم، ولا توجد مساحة لتلك التفاصيل المؤلمة والمقلقة في حياتهم الأخرى. لا يمكن أن يقوم أحدهم بطبيعة الحال بنشر تلك المعاناة، لأنه أيضا يسعى للإعجاب من يومياته التي يبدو فيها ثريا وسعيدا أمام خلفية طبيعية ساحرة أثناء إجازة استرخاء. لذلك يكون إدراك معنى التقبل شيئا أصعب من تطبيقه وسط هذه الفوضى الإيجابية. قبل أيام استخرج أحد أصدقائي صورة قديمة تجمعنا قبل أكثر من 5 سنوات تقريبا. كنا 4 أشخاص نشكل مجموعة أصدقاء رائعة. بدا حزينا وهو يتأملها، أخذ يصف جمال تلك الأيام ومدى التفافنا حول بعضنا البعض. لكننا الآن 2 فقط وبالكاد نلتقي. فحسام صديقنا الثالث ذهب لدراسة الطب في روسيا، وانقطعت أخباره مع ضغط الدراسة وفرق التوقيت. وخالد صديقنا الرابع لم يعد صديقنا بعد أن نشب خلاف بيننا قبل 2 أدى لنهاية التواصل إلى الأبد. اندهش صديقي عندما شاهد ملامح وجهي الفاترة وعدم تعاطفي القوي مع كلمات الحسرة التي أطلقها. بدأ يصفني بكلمات البرود وتبلد الأحاسيس، لكني تعودت على ذلك، فأنا الذي يساء فهمي على الدوام.
الفكرة وما فيها أن تقبل التغيير نفسه هو النجاة من الأحزان غير اللازمة والتي لا تفيد في مواقف التمني والعتب على الماضي والعيش في النوستالجيا. تقبل التغيير كسفر حسام وانقطاع أخباره، وأن لا تكون أيامنا مع خالد جميلة باستمرار وتأتي مشكلة تغير ما في قلوبنا تجاه بعضنا، هو شيء يجعل حياة منطقية وبل ممتعة حين تعطي لأيامنا الحلوة معنى وإحساسا أروع نثمنه ونحتفي به بمبالغة. رفض التغيير سيكون سببا للحزن والإحباط، نظل بين النكران بينما بيننا لا يمكن أن يضيع سدى، ولا يمكن للمشاعر الحقيقية أن تتبدل، وبين الإحباط لضياعه فعلا. الحياة من زاوية الشخص متقبل صعبة في بداياتها. لا زلت أذكر انفعالاتي المكتومة حين أتعرض لبعض التطفل من زملاء العمل، وحين يتم إجواري على أكل وجبة لا أفضلها لمجرد أننا في رحلة جماعية، حين أكتشف كذب أحدهم علي، حينما سرق مني هاتفي الأول، رسبت في مادة جامعية، تعرضت للظلم، قبلت بالنكران. أحداث كثيرة وكثيرة، لكني في النهاية استطعت الانتقال إلى خانة أخرى. تقوم هذه الخانة على أننا يجب أن نتقبل بعض الطيش وبعض التصرفات الخاطئة وبعض المجاملات من هنا وهناك، ونتصالح مع أن الجميع ليس كوالدتنا تتمنى لنا الخير أينما ذهبنا، ونتقبل معان لا هرب منها كالفقد والوداع وتبدل المشاعر حتى تلك الصادقة، وأن نستبدل الانفعالات غير اللازمة والحزن الخاسر بفلسفة الحد الأعلى. أن يكون هناك تقبل لتطفل الزملاء إلا في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. هناك حد أعلى للمجاملات التي لا بأس بها لكسب المحبة أو إسداء معروف ما لم تفقدنا مبادئنا. هناك حد أعلى وسقف لتقبل صفات الناس التي لا تناسبها لتصبح كل الأشياء تقريبا مقبولة، ما دمنا نتعامل مع النفس البشرية التي قد تكون معقدة وقد نظلمها نحن بتوقعاتنا المسبقة. من المعقول والمعقول جدا أن يكون لدينا حد أعلى لتقبل سلوك أو فعل أو موقف أو صفة في من حولنا. لنكون واقعين، لا نبحث عن إيجابية فيها التطرف ومثالية مزخرفة لا يمكن أن تتحقق في هذه الحياة. والتركيز على كمال اللوحة يا أصدقائي لا يجعل لها قيمة. الجمال في النقص، وتقبل النقص يجعله غير موجود تماما، يسقط عمدا ولا نراه بأعيننا المجردة. جمال الحياة في صديق يبادلنا مشاعر صادقة لكنه سريع الغضب، وبيت أنيق لكنه لا يحتوي على شرفة، ثوب فريد لكنه يحمل بقعة صغيرة تحت كمه، وشخصية متزنة لكنها لا تجيد الحديث مع الآخرين. تقبل النقص حتى في أنفسنا يجعلنا لا نقسو عليها ولا نرمي عليها اللوم الزائد من تصرفات غير محسوبة وطباع غير حميدة. أقول في نفسي مؤكدا ومطمئنا لها: تقبل كونك تتغير دائما، لأنك إذا بقيت في مكانك سيصيبك الصدأ، ولو كنت مغترا بكونك صلبا يصعب كسرك. لكن في النهاية كم هو مهم أن لا يساء فهم المتقبل، لأن زاوية التقبل لا تعني الإهمال أو الخمول أو الاستسلام، بل على العكس، التقبل هو رشة الملح التي تجعل كعكة التفاح ألذ.
الواقعية التي تنقص حياتنا الحالية المرتبطة بالتنافس الشديد نحو السعادة التي لا تشوبها شائبة، والاستمتاع الذي لا تغصه مشكلات. التقبل هو ترتيب المعطيات بشكل طبيعي يتماشى مع النقص في الذات وفي الآخر، مساحة للتأمل والامتنان لوجودنا هنا، أنا وصديقي الوحيد، بعد أن كنا 4 أصدقاء نشكل مجموعة أصدقاء رائعة. عمار كمال.